قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسح على الشراب المخروم الذي تبان منه الرجل؟ لا، اشترط في الشراب وفي الخف الملبوس أن يكون سليما من الخروق، يكون سليما من الخروق. أما ما تبدو منه الرجل فهذا غير ساتر، وما ظهر من الرجل يجب غسله. ما ساغ المسح إلا لما كانت الرجل مستورة، فإذا ظهر منها شيء وجب غسله، ولا يجتمع غسل ومسح. والأصل في الخف والأصل في الجورب السلامة. من ادعى إن المخرق والمشقق يمسح عليه فليأتنا بدليل إنهم مسحوا على مخرق أو على مشقق، وإنما هو احتمال، يقولون هذا احتمال، الاحتمال ما يبنى عليه. نعم. وإذا كان الخرق في الشراب صغيرا جدا فهل يعفى عنه؟ نعم، الشيء اللي ما يتضح من ورائه الجلد ما لا بأس. ولذلك خلل النسيج، ما في شك إن خلل النسيج قد يكون فيه مثل مغرز الإبرة مثل كذا، هذا يتسامح فيه. نعم.